في ختام موسمه الثاني اختار برنامج مع حمد شو تركيا، وبالتحديد موقع تصوير المسلسل التركي العالمي الشهير قيامة أرطغرل لتسجيل حلقته الأخيرة والتي ستبث بعد غد على شاشة الراي، ليكون بذلك تلفزيون الراي ضمن أوائل التلفزيونات العربية التي تجري حوارات مع أبطال المسلسل. وسيعرض الراية في الحلقة لقاءات فريدة مع نجوم المسلسل العالمي تم تسجيلها على مدار يومين كاملين في أماكن تصوير تلك الملحمة التاريخية، والتي حققت حلقات مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة وحظيت بمتابعة قياسية في أكثر من 60 دولة حول العالم. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مقدم برنامج مع حمد شو الإعلامي حمد قلم. حمد، بداية، ما سبب اختيار موقع المسلسل التركي قيامة أرطغرل، وما أهمية ذلك بالنسبة لبرنامجكم؟ مساكم الله بالخير. طبعا الاختيار ما كان منا احنا، كان عن طريق الاخوان في تركيا تواصلوا معنا وطلبوا منا ان احنا نصور الحلقة الأخيرة عندهم في البرنامج. وقع الاختيار على الشخصيات عن طريقهم وعن طريقنا، ولكن احنا حبتنا ان في بعض الطلبات ان تكون يكون التصوير داخل موقع التصوير اللي العاده ممنوع زيارته، وعندهم سريه تامه ان تكون موجوده. من ضمن الاشياء اللي حبيتهم يختارونه ان تكون الحلقه، ان الحمد لله حسب اخر احصائيه وصلت لنا من تلفزيون الراي ان برنامج مع حمد شو الاعلى مشاهده في مستوى الكويت، فهذا من ضمن الشغلات اللي خلتهم يختارونه بلقاء حصري ولاول مره على التلفزيونات العربيه. نعم. حمد، يعني تم تصوير الحلقه في تركيا وسط تكتم شديد من قبلكم، ما سبب ذلك؟ انا المتابع البرنامج يدري ان احب عنصر المفاجاه، فحبيت ان التسويق حق الحلقه يكون بشكل مفاجئ حق الناس، خلت الناس تتفاعل معنا من روحتنا هناك في تركيا للتصوير. وللامانه يعني التصوير كان على مدى يومين وتعبنا حيل فيه، مو بس بالمناطق لان صورنا تقريبا في 3 مناطق، ولكن واجهت صعوبه في الاحوال الجويه لان واحده من اللقاءات طاق ثلج علينا ووقفنا التصوير، وايضا في موقع التصوير نفسه كان معنا يعني حصان شخصيه أرطغرل وكسر علينا اللوكيشن واضطرينا ان نعيده، ولكن في الختام الحمد لله قدرنا ناخذ موضوع حصري ومقابلة حصرية مع أبطال المسلسل، وإن شاء الله نكون نقدر نجاوب على تساؤلات الناس فيما يخص أسرار العمل والشخصيات نفسها. نعم، نتمنى ذلك. يعني حمد، ختاما، هل سيكون هناك مواسم أخرى لحمد شو في المستقبل؟ والله أتمنى. احنا الحين يعني خلص الموسم وأمانة الحمد لله حققنا نجاحات مع بعض احنا على تلفزيون الراي اللي ما قصروا معنا طول الفتره، حاليا على قولتهم استراحه محارب مع اعاده اوراق تقييم التجربه في الموسم الثاني، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح نشتغل على موسم ثالث. بلشنا في الكويت ختمناها في تركيا، وان شاء الله الموسم الثالث يكون على مستوى عالمي. نعم حمد، نتمنى لك التوفيق والنجاح. كان معنا مقدم برنامج مع حمد شو الاعلامي حمد قلب.